ساعات معدودات بعد فتوى المجلس الدستوري الذي أقر المصادقة على الدستور عبر البرلمان، رئيس بوتفليقة يستدعي البرلمان بغرفته في دورة استثنائية خارج الدورة الخريفية للمصادقة على مشروع أبي القوانين الذي أفرج عنه مؤخرا بعد سنوات من الانتظار. الآن ستجتمع البرلمان بغرفته مجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة في دورة طارئة وبجدول أعمال محدد، هو المصادقة على مشروع الوثيقة لمراجعة الدستور، وهذه المصادقة تتم بثلاث أرباع أصوات أعضاء الغرفتين. بعد الافتتاح الرسمي للدورة بالمراسيم الرسمية يرأسها رئيس البرلمان عضو رئيس مجلس الأمة قانونا، وفي نفس الوقت يعين للدورة نظام داخلي خاص بها. هذا النظام الداخلي لتسيير أعمال الدورة الطارئة، ويعين لجنة مشكلة من اللجنتين القانونيتين بالمجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة لإعداد تقرير. رئيس بوتفليقة يفضل المصادقة على مشروع القانون خارج الدورة الخريفية للبرلمان التي تختتم الثلاثاء القادم، وبعيدا أيضا عن الاستفتاء الشعبي، استنادا للرأي المعلن لهيئة مراد مندلسي الذي أكد أن التعديلات لا تمس بالتوازنات الكبرى. اتصل فيه المجلس الدستوري برأي معلل، ورأي المجلس الدستوري غير قابل للنقد ولا للإلغاء، تبقى مجرد آراء فلسفية سياسية وعبارة عن طروحات. فيما كان رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد يحيى بقبعته الحزبية يرافع لما تضمنه مشروع الدستور، الرئيس بوتفليقة يبلغ الجزائريين عبر وكالة الأنباء الرسمية أن الدستور القادم الذي فتحت ورشة إصلاحاته العام 2011 سيصادق عليه البرلمان في دورة غير عادية.